السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. في هذا الفيديو إن شاء الله راح ندير لكم وضعية إدماجية مقترحة للفصل الثاني لغة إنجليزية لسنة الثانية متوسط، اللي هي وضعية حول إعطاء نصيحة لصديق بإنقاص الوزن أو إنقاص وزنه. إذن هذه الوضعية من الوضعيات الأكثر اقتراحا لاختبارات الفصل الثاني، وهي مجموعة من التلاميذ طلبتها مني، درتها لكم وضعية قصيرة بسيطة تفهموها وتعاونكم في الاختبارات. إذا ما عليكم غير تبعوا معايا، نبدأ في هذا الفيديو على بركة الله. بسم الله. الوضعية نتاعنا نبدأها بذكر اسم الصديق اللي رايحين ننصحه. Hello my friend أحمد. Hello my friend أحمد. دائما الحرف الأول أثناء بداية الفقرة يكون in capital، والأسماء الخاصة بأسماء العلم نكتبه أيضا in capital letters. Hello my friend أحمد. مرحبا صديقي أحمد. كما I can see that you are suffering from obesity. أستطيع أن أرى بأنك تعاني، suffering معناتها تعاني، from obesity، obesity اللي هي السمنة. And this is not good for your health. And this is not good، وهذا ليس جيدا، for your health، لصحتك. هنا راح نبدأ ننصح فيه وش لازم يدير. هنا أثناء النصح تذكروا should و must و have to اللي درناهم في المراجعة الخاصة بالفصل الثاني. You should practice sport and drink a lot of water. لازم عليك تمارس الرياضة وتشرب الكثير من الماء. You have to stop watching TV for hours. لازم عليك توقف أنك تتفرج التلفاز عفوا لساعات، لأن الجلوس أمام التلفاز لساعات يسبب السمنة. You must to lose weight and see a dietitian doctor to give you the right menu to eat. You must to lose weight. لازم عليك تنقص الوزن وتخسر الوزن. And see a dietitian doctor. وتشوف طبيب الحمية الغذائية to give you the right menu to eat. باش يمدلك قائمة الطعام الصحيحة اللي لازم تتناولها. I want you to be more heavy and sporty. أريدك أن تصبح أكثر كما نقوله خفيف ورياضي. إذا ممارسة الرياضة راح تخليه ينقص من الوزن نتاعو. شوفوا هنا أنا درت لكم هذه الوضعية ودرت لكم فيها أهم النصائح اللي تمدوها للشخص باش تفهموها. أنا ما حبيتش ندير لكم مفردات وعرين ولا صعاب باش ما تفهموهمش ويدخلكم في بعضكم. أوكي، هنا درت لكم وضعية قصيرة بسيطة يفهموها كامل التلاميذ، هي في الموضوع اللي يطلبوه منكم أنكم تنصحوا زميلكم ولا صديقكم بإنقاص الوزن، تمدوا له بعض النصائح باش ينقص الوزن نتاعو. وفي الأخير قلنا له بلي رانا حابينك تكون خفيف ورياضي لأنه حاجة مليحة لصحتك. إذن Hello my friend أحمد. I can see that you are suffering from obesity and this is not good for your health. You should practice sport and drink a lot of water. You have to stop watching TV for hours. You must to lose weight and see a dietitian doctor to give you the right menu to eat. I want you to be more heavy and sporty. إذن هذه هي الوضعية، نتمنى إن شاء الله أنها تفيدكم وتستفادوا، وربي يوفقكم وينجحكم في الاختبارات إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، ابقوا على خير.